السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد العصير مع بعضنا. كيف كتعرفوا الجو سخون شويه، وكل ما كيجي لواحد البنان تيطيب بالزبده وتيولي يا اما يليق كما درت معكم داك المره تحليه بالبنان، او نديروه بحال دابا اللي غنديروه بعصير. غندير هذا البنان اللي عندي هنا غنستعمله، وغنستعمل شويه ديال الخوخ شويه ديال البرقوق. عندي داكشي اللي مبقي عندكم بالبيت فواكه يمكن لكم ديروه في هذا العصير، وكيجي لذيذ بزاف. وكنرافقو بهذا جبال هذا اللي بحال ضناب، ولكن اختاريت النوع ديال الفواكه الجافه باش يجيني عصير ديال الباناشي بمعنى الكلمه، غيجي غزال. قبل ما نبداو الفيديو كنقول لكم فضلا وليس امرا، ما تنساوش اللايك، ما تنساوش الاشتراك في القناه اللي مشتركش، ضغطوا على الزر، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد في قناتي. ومرحبا بكم جميع. بسم الله على بركه الله، دابا غندوزو باش نقطعوا الفواكه ديالنا باش نطحنوا العصير. كيف ما كتشوفوا معايا قطعت الفواكه ديالي كاملين بالقشره ديالهم، الخوخ والبرقوق قشرتهم خليتهم كيجيو لذاد وكيعطي واحد اللون جميل للعصير. والبنان كذلك قطعته كيف ما كتشوفوه راه طايب تبارك الله، عندنا الصاد بزاف طاغي كيطيب، يعني ما كيدوزش 24 ساعه وكيكون طايب. كنعتذر، كنحتاجو كذلك السكر كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، سكر سنيده، وكنحتاجو الجبال ديالنا اللي بالفواكه المجففه، وكنحتاجو الماء بارد كيف ما كتشوفوا معايا القنينه، ما بين الماء بارد جدا، يكون بارد بزاف او يكونوا لي غلاصون او يكون قطع الثلج. الا ما كانش الماء بارد يكون عندنا قطع الثلج نديروهم مع هذا العصير، ضروري باش يزيد يكثرنا العصير ديالنا. ندوزو نطحنوا العصير ديالنا ونرجعوا نشوفوا النتيجه النهائيه ان شاء الله. حبيباتي هذا هو العصير ديالنا من بعد ما كملتو، وانتم كتشوفوا معايا انا غنصبو. فما شاء الله تيجي قاتل غزال، شوفي كيجي غزال، وكيجي فيه داك اللويين ديال القشر ديال الفواكه كيجي كذلك مميز. غادي نكمل الصب ديال باقي الكوبايات ديال العصير وغادي نشوفوا النتيجه النهائيه. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو العصير ديالنا، كيجي روعه، غزال غزال غزال. اختاريت هاد الكبايات اللي هما كيسان صغار، زينتهم بفواكه من نفس الفواكه اللي في العصير، برقوق وخوخ، وزينتهم بشويه ديال الزبيب. اما الكبايات الكبيره فخليتها عاديه، وهذا كي شنقول لكم اللذه غزاله، يعني جربوه والله ما غتندموه، غزال بزاف بزاف بزاف، وكيجي خاتم وكيعطي ما شاء الله يعني كمية كثيرة. بصحتكم براحتكم، كنتمنى يعجبكم العصير ديال اليوم. الى فيديو قادم ان شاء الله، احبكم في الله، ما تنسوش لايك الفيديو، في رعاية الله، مع السلامة.